إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم الجردان. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. أنا الطالب الخليل بن إبراهيم الكلباني المقيد بالصف الخامس، عمري 11 سنة، في مدرسة سعد بن عبادة للتعليم الأساسي بعبري. القارئ الصغير، القارئ الصغير. الخليل يهوى القراءة والرسم وكتابة القصص وإلقاء الشعر، ويتمنى أن يصبح كاتبا ومهندس طيران. السلام عليكم خليل. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنت ما شاء الله يعني متعدد المواهب كما قلنا في المقدمة، صحيح؟ نعم. ونبدأ بالقراءة. أنت يعني مشارك وقارئ جيد من مدرسة سعد بن عبادة. عندي قائمة بحوالي كم، 43 كتاب هذا اللي استعرت؟ 50 ما شاء الله، استعرت 50 كتاب إذن من المكتبة. نعم أستاذ. مثل إيش ممكن تضرب عن أمثلة؟ عندي قصة قصة فرانكشتاين، هو قصة شبح الأوبرا، وروبنسون كروز، وأيضا الكثير. وبتكلمني عن أي كتاب بالضبط؟ كتاب الخيول أستاذ. كتاب الخيول، تأليف من؟ جاكي بار. جميل. طبعا يتكلم عن الخيول صحيح؟ نعم. إيش قال عن الخيول جاكي بار؟ هناك محتويات عديدة في هذا الكتاب، من فصيلة الخيول إلى الخيول في الحروب. مثل إيش هذه المحتويات؟ فصيلة الخيول وأنواعها. وهناك إحساس الخيول التي عندما تحس الخيول بالخطر تتجه إلى الهروب أو الدفاع. مثل جميل. وحديث الجسد، فهناك عدة حديث للجسد في قراءات الجسد، فنحن لا نستطيع التعامل معها إلا بحديث الجسد. تعامل مع الخيول قصدك؟ نعم. وإيش بعد؟ وطريقة سير الخيول. فمنها يهرول، ومنها يجري، ومنها يقفز. جميل. الألوان والعلامات مثل القامة والنجمة والنقطة. جميل. كل هذه المعلومات موجودة عن الخيول صحيح؟ نعم. بتختار لأي معلومة بالضبط تتوسع فيها؟ فصيلة الخيول. فصيلة الخيول، إيش فصيلة الخيول؟ هناك فصائل عديدة للخيول في أنحاء العالم، في قارة إفريقيا وقارة أمريكا الشمالية وقارة آسيا وأستراليا. جميل جدا. إذن الخيول موجودة في كل مكان صحيح؟ نعم. جميل. أنت عندك خيل هناك في عبري؟ لا، بس فقط يعني تقرأ عنهن لكن. نعم. صحيح. هو الخيل غالي عموما صح؟ صحيح. صحيح. جميل. من مواهبك أيضا الرسم؟ نعم. إيش ترسم؟ أرسم مثل السيارات الحربية أو القصص
أرسم القصص. يعني تكتب قصص وترسم لهن أيضا شخصياتهن صحيح؟ نعم. وأحب رسم العظام، وأحب أيضا رسمة وتصميم بعض المركبات مثل الطيارات والسيارات. ممتاز. والقصص اللي ترسمهن يعني تتألفهن؟ نعم. جميل. عندك قصة تحكي لنا إياها من أو تقرأ لنا إياها من القصص اللي ألفتها؟ نعم. أي قصة؟ حيتان البحر والزوبات المائية. في يوم من الأيام صحت الحيتان على زوبات عظيمة، أخذت صغار الحيتان وفرقتهم وجرتهم معها. اجتمعت الحيتان لمشكلة الزوبات المائية التي كانت تأخذ أبناء الحيتان، فأخذت تفكر ماذا ستفعل. فاقترح حوت العنبر بأن تبنى ملاجئ للحيتان الصغيرة مؤقتا إلى حين انتهاء المشكلة. تكلم الملك الحوت الأزرق فقال: بما أن العاصفة لها مركز فعلينا تدميره. قال الأمير الصغير ابن الملك الحوت الأزرق: على الحيتان المراهقة الصعود إلى السطح، فوزنها ثقيل ولا يمكن العاصفة أخذها بسهولة، فعليها القفز وتدمير مركز العاصفة وإرجاع الحيتان الصغيرة إلى آبائها. فبدأ تنفيذ الخطة، وتسارعت الحيتان المراهقة إلى السطح. ضرب الأمير الصغير بذيله إلى مركز العاصفة فتلاشت في الهواء، فعادت الحيتان الصغيرة إلى آبائها. وتوج الأمير الصغير فصار الملك بسبب شجاعته وجرأته. ممتاز ممتاز يا خليل. أنت بعد عندك موهبة إلقاء الشعر صحيح؟ نعم. إيش تلقي من الأشعار الوطنية؟ الأشعار الوطنية وشعر إلقاء شعر الوطن وإلقاء شعر الحكمة. الحكمة. إيش عندك من شعر الحكمة؟ عندي قصيدة مع الإمام الشافعي. قد سمعنا إياها. الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد إن كنت تقدر، فالأيام تارات. واشكر صنيعة فضل الله جعلت عليك، لا لك عند الناس حاجات، لا لك عند الناس حاجات. جميل جدا جميل. ليش بعد حافظ من الأشعار؟ عندي قصيدة وطنية مال سالم بن علي. سالم بن علي الكلباني؟ نعم. تفضل. عمان سعدي إنا ضمنا لك السعدة، وطوفي بآفاق العلا كوكبا فردا. لقد أبت الأقدار يا معهد الإبا، لعزك أن يبقى لسلطانك ندا. عمان عمان أيا لحنا بحنجرة العلا، ويا بحر جود وموجه لم يزل مدا. عمان عمان العز والبأس والندى، ومهد البطولات التي تخلق المجد. عمان وما أحلى عمان بمسمعي، تصب بها الأفواه في خاطري شهدا. ثقي أننا أطوال مجد وسؤدد، وأن علينا من جلال النهى بردا. خلقنا وما زلنا كراما على المدى، نقي عرضنا بالروح إن حادث وإن جدا. لنا شرف لا ينكر الدهر ذكره، تغلغل في أعماق أعماقه فردا. وما من منى نلنا الفخار على الورى، ولكن بفعل يصدع الحجر الصلدا. خلقنا وما زلنا كراما على المدى، نقي عرضنا بالروح إن حادث وإن جدا. لنا شرف لا ينكر الدهر ذكره، تغلغل في أعماق أعماقه فردا. وما من منى نلنا الفخار على الورى، ولكن بفعل يصدع الحجر الصلدا. هدمنا كيان المعتدين ودمرت صواعقنا من أضمر الغدر والحقدا. وسدنا وطلنا واعتلينا إلى ما أن وجدنا لنا ضدا. صفات كمال خصنا ربنا بها، فكانت لنا جسما وكنا لها جلدا. إذا حن رعد المدفعية قاصفا، تخر الجبال الشامخات له حدا. كقابوس في هذا الزمان وقبله، ألوف من الأقباس لم أحصهم عدا. الله، رائع رائع يا خليل، ما شاء الله إلقائك روعة فعلا.
إيش أمنيتك تصبح لما تكبر؟ أنت قلت لي أمنيتين صحيح؟ نعم. إيش هما؟ هي أن أكون كاتب قصص وأن أكون كاتب أشعار وقصص وأن أكون مهندسة طيران. جميل. ليش تتمنى تكون كاتب أشعار وقصص؟ لأن الشعر من أجمل الأيام الأشياء في الحياة، فأنا أحب الشعر وأحب الإلقاء. الله، رائع، هذه أمنية رائعة إن شاء الله تتحقق. وليش مهندس طيران؟ أحب الطيران والطائرات. الطائرات. وتحبي يعني أنك تكون أنت اللي يصلح هذه الطائرات نعم. ويعطيها الإذن بالطيران صح؟ نعم. أنت ممتاز يا خليل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة. القلم في المدرسة كالسيف في المعركة. جميل، حلو، بالإلقاء يعني. إيش معناها؟ القلم مهما كان صغيرا قد يستطيع تحقيق أشياء أكبر من قدره. صحيح صحيح. وأيضا القلم مثل ما قلت أيضا أنه يعني عدة طالب شاطر مثلك لازم يكون قلم عشان يكتب الملاحظات. نعم. صح؟ مثل ما الجندي عنده السلاح في المعركة. نعم. أنت رأى يا خليل. إذن الخليل بن إبراهيم الكلباني البالغ من العمر 11 عاما الطالب بمدرسة سعد بن عبادة بعبري، شكرا جزيلا لك. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم الجرداني.